متابعي قناة الفاسبريس مرحبا بكم. جينا الواحدة من أكثر المناطق الأهلة بالسكان في مدينة الدار البيضاء. الأمر يتعلق بمنطقة ليسيسفا أو ما كانوا يصطلحوا عليه سابقا بكيلومتر تسعود. هذه المنطقة هذه الكثير يعرفونها أو سمعوا عنها أو قرأوا عنها الكثير من المواضيع، ولكن من منا تساءل لماذا سميت هذه المنطقة بليسيسفا؟ الروايات اختلفت، أبناء المنطقة يؤكدون أن هناك مجموعة من الروايات، صحيح أنهم يرجحون رواية عن أخرى، ولكن دائما الروايات تبقى مختلفة. فرجة ممتعة. سي جميل، من جهة التسمية تاع ليسيسفا؟ بالنسبة للتسمية ديال ليسيسفا، كاينة هناك عديد من الروايات اللي كتداول، ولكن أنا يعني قمت بواحد البحث مضني وباتصال مع مجموعة من الأساتذة بكلية الآداب بعين الشق. بالنسبة لليسيسفا في علم الطوبونومية أو بما يسمى التسمية الجغرافية، كنلقاو الجدر ديال الكلمة هو حرف السين والفاء، وكنلقاوها يعني عندها واحد التقابل مع المدينة ديال آسف، يعني تشابه السين والفاء. إذن الراجح أنه جدول صغير أو النهر الصغير، هذا هو الراجح، ولكن تختلف يعني الروايات. كاين اللي كيقول بان الاسم ديالها عبري، كاين اللي كيقول الاسم ديالها عربي، وخصوصا اننا كنلقاو مثلا الاسم ديال ليسيسفا كيتداول مثلا في جامعه فريحه في اقليم السطات، في الجامعه ديال الشعيبات باقليم الجديده. اذا باش نقول لك بالضبط الاصل ديال الاسم ديال ليسيسفا، تختلف الروايات، ولكن من المؤكد يعني ليسيسفا من المؤكد بانها حاجه وحده اللي كتعطينا دليل واضح بان ليسيسفا راه قديمه، هو الموقع الاثري اللي تم اكتشافه مؤخرا بتجزئه الخزامه. موقع الاثري ليسيسفا، اللي بغى يدخل مثلا المحرك جوجل ويدير الموقع الاثري ليسيسفا غيلقى بانه اقدم المواقع الاثريه في الدار البيضاء. بالنسبه للتسميات ما نقدوش نجزمو نقولوا بان الاصل ديال الاسم، لان الاسم اللي كانت معروفه به ليسيسفا قديما هو نمر تسعود، النقطه الكيلومتريه نمر تسعود، ولكن هل هو اسم عربي او اسم امازيغي او اسم عربي؟ ربما تلاقح، البعض يقول بان هنا استقر اليهود، وكنلقاو بان اليهود استقروا بزاف هنا بالمنطقه ديال يعني بالمغرب بصفه عامه وبالمنطقه ديال ليسيسفا. هذا من الراجح، لان كازا هي الضواحي، يعني من الراجح انه هنا كانوا البرغواطيين، والبرغواطيين يعني تم يعني اكتساحهم او محوهم او طمسوهم من طرف الدوله المرابطيه انذاك. اشني اهم القبائل اللي جات استقرت في ليسيسفا؟ واش من عام؟ بالنسبه للقبائل اللي كانت معروفه هنايا، كانت معروفه قبيله ديال ولاد عبو الفحيلات اللي كانوا في تجزئه الخزامه. هادو كانوا معروفين بزاف القبائل ديال هادي، وكانوا الناس هنا ديال مديونه وديال يعني هاد المنطقه كلها كانت كتسمى بالشاويه الجنوبيه. اذا هاد المنطقه راه عندها تاريخ ديال القديم والثابت والراسخ في مدينه الدار البيضاء. سي يوسف، اشني اهم الاسماء اللي نجبات ليسيسفا على المستوى الريادي؟ طبيعة الحال منطقة ليسيسفا عرفت مجموعة ديال الأسماء تلاقا اللي عقلنا عليهم، اللي تذكرناهم حنايا، واللي لقيناهم كيمارسوا هذه اللعبة ديال كرة القدم في منطقة ليسيسفا. منهم يعني على سبيل الذكر، لا على سبيل الحصر، كان مجموعة ديال الأشخاص، منهم السي محمد خينطو الله يرحمه. هذه الشخصية هذا اللي كانت تختار في النخبة أو في المنتخب، ديال الشاوية آنذاك، يعني في الفترة ديال أواخر الستينيات وأول السبعينيات، إضافة للسي الأخ الله يطولنا في العمر ديالو السي عبد الرزاق السعودي، اللي كيتواجد حاليا بديار المهجر بفرنسا يعني باريس، واللي كان لعب يعني ضمن فريق الرجاء البيضاوي في اواخر السبعينيات، اضافه الى مجموعه من الفرق الوطنيه، اضافه الى اسماء اخرى مثل الزناتي الله يطولنا في العمر ديالو اللي هو طارح الفراش حاليا، ايضا صلاح الدين، ايضا مصطفى ولد مينا المعروف اليوسفي، ايضا دون ان ننسى
العائله ديال اسبانيا، العائله اسبانيا اللي فيهم الحارس المعروف السي عبد الرحمن اسبانيا والاخوه ديالو كاملين حسن وكمال، هادو عائله، اضافه الى عائله مرشاد ايضا السي محمد مرشاد وعائله مرشاد ايضا، مجموعه واضافه الى مجموعه ديال 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 الاسماء او الاهرامات، اهرامات الرياضيه اللي عرف في كره القدم، في مجال كره القدم خصوصا اللي عرفتها هاد المنطقه هذه. من كنتكلموا على لساسفة غنتكلموا على الاسم القديم ديال لساسفة والتاريخ ديال لساسفة، نتكلموا على هاد الدوار اللي عليه تسمات لساسفة في البدايه ديال الثمانينات، اللي هو دوار لساسفة واللي كان كيتسمى سابقا بدوار بشعيب الوطني وحاليا بحي المسجد. هذا هو التجمع القديم للساسفة، المسمى اللي كان كيتسمى بلساسفة واللي كانت باقي الدواوير اللي هي نمر 9. عرف لساسفة النمو العمراني كيفاش كانت من قبل؟ بالنسبة لساسفة يعني قبل ما تعرف هاد الاكتساح العمراني إن صح التعبير، كانت أولا عبارة على مجموعة من دواوير، كان دوار لوسيان، دوار طوما، دوار الحاصة نسبة إلى الشخص اللي كان من الأعيان ديال المنطقة اللي هو الحاص صالح جد ديال اليوسفي الله يرحمه. هادو كانوا من الاعيان ديال هادو كانوا من يعني هذه دواوير، مجموعه من الدواوير، وتسمات نسبه لانه هاد الدواوير ديال لوسيان وطوما كانت مقاليع ديال المستعمر، كانت مدام طوما مسيو لوسيان، وكانوا الناس هنايا كيحكوا لنا الوالدين ديالنا والاجداد ديالنا انهم كانوا كيشتغلوا في المقاليع في المين، وكانوا هذاك الحجر الصغير الحصى الصغير. هذه مجموعه يعني من جات في الثمانينات، جات هذيك الحمله ديال محاربه الدور الصفيح وهذه، وتم تجميع مجموعه من الدواوير، لا دوار الشوك لا دوار نمر 8 لا ليساس في النمر 9، تم تجميعهم في اطار واحد بنايات ديال 64 متر. ان الليساس فراها خصو يعرفوا المسؤولين بان والناس ديال الدار البيضاء بان حبست عليهم واحد موجه كبيره ديال الهجره القرويه، يعني في البدايه ديال الثمانينات وسنوات العجاف ديال الجفاف اللي عرفها المغرب في الثمانينات، لساسفه كانت حبست هذيك يعني هزات الضغط كثير وبقى هز الضغط كثير، الى درجه انه الى جينا للشان المحلي هذا حديث اخر يطول. الجانب التعليمي كي كان هنا في لساسفه؟ كما يعلم الجميع وكما قلت سابقا بان منطقه لساسفة كانت عباره مكونه من مجموعه ديال الدواوير، وهذه الدواوير كانت فيها كانت واحد المدرسه، مدرسه وحيده اللي هي كانت فرع لمدرسه سيدي عبد الرحمن، المقر ديالها او الاداره ديالها كانت متواجده في الجانب الغربي او الجنوبي ديال 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 الحي الحسني. هنا هذه المدرسه هذه كانت كتشتمل على قسمين فقط، بمعنى انه كان تمدرس تقتصر على القسم الاول يعني التحضيري والابتدائي الاول، والتلاميذ ينتقلون الى مدرسه الفارابي الموجوده بضيعه بروتون او ما يسمى بالفرنسيه لا فيرم بروتون، المتواجده بالقرب من ملاعب الرياضي الرجاء والوداد. يعني الناس اللي كانوا تيتمدرسوا هنايا او التلاميذ او هذا كانوا كيقطعوا هذه المسافه دي على الارجل ديالهم ذهابا واياب، من هنا يعني واحد المسافه ديال 10 كيلومترات تقريبا في غياب. في هذاك الوقت هذا ما كانش وسائل ديال 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 المواصلات، ما كانش، كانت تقريبا شبه منعدمه، ما كانش حافلات، ما كانش هذا، ما كيمشيو على رجليهم هذا. من بعد ما كيتموا يعني الفتره الابتدائيه في مدرسه الفارابي كينتقلوا انتقلنا او جميعا الى ثانويه غاندي، ومن ثم الى ثانويه اعداديه غاندي، ومن ثم الى اعداديه الواحه او بنو الهيثم المتواجده بالحي الحسني.
ثم جامعة الحسن الثاني المتواجدة بطريق جديدة واللي كانت الإنشاء البداية ديالها في أواخر السبعينيات، وكنا محظوظين ولله الحمد كنا من الفئة الأولى أو من الراعي الثاني اللي كان تخرجنا من الكلية ديال الحقوق رفقة مجموعة ديال الإخوان السيد باكير الله يزيد في عمره، وكاين واحد مجموعة ديال الإخوان ديال أبناء المنطقة اللي حصلوا على الإجازة ديالهم يعني في بداية الثمانينيات من هذا القرن هذا، والله يطول لنا في العمر ديالهم. شنو أهم التحولات العمرانية اللي عرفتها لساسفة؟ فلا يخفى على الجميع أن لساسفة دارت النواج ديالها في بداية الثمانينات. احنا ملي التحقنا هنا في لساسفة في إطار الاستفادة ديال مدن الصفيح، كانت لساسفة عبارة عن بداية أوراش، يعني بداية ديال السيسان وديال المباني ديال هذوك الناس اللي جاوا كيستافدوا هنا، بالإضافة للناس اللي كانوا هنا في النميرو تسعود. لساسفة كان عندها جوج الأسوار اللي كيغطيوها على طريق جديدة، وعندها البيبان، كل لساسفة عندها الباب ديالها. في بداية التسعينات ملي كان التقسيم الجماعي، فاش لساسفة تقسمات على دار بوعزة، بدات لساسفة واحد لساسفة جوج، ونظرا لتعدد ديال هاد التسميات ديال لساسفة واحد لساسفة جوج لساسفة ثلاثة، فتكونات ما يسمى بلساسفة العليا، رغم أن النواج ديال لساسفة فعلا كانت لساسفة العليا اللي هي حي المسجد. اليوم في هاد لساسفة خضعت لواحد الزحف عمراني كبير، عرفت واحد المشاريع ديال البناء ديال السكن الاقتصادي ديال الحي الصناعي ديال سميتو، رغم ان هاد التمدد العمراني لم يواكبه واحد المجموعه ديال النقاط التنمويه. بالنسبه لهذا المكان اللي كتشوفوا ورانا ديال بريد كاش، هو كان واحد المكان ديال بيرو ديال مدام طوما اللي كانت كتخلص فيه العمال اللي كانوا في المقلع ديال السلباوي او مقلع مسيو لوسيان. كانت مدام طوما كتخلص يعني العمال اللي كيتقاضوا الاجر ديالهم في هاد البوست هذا اللي بقى من المآثر والاثار ديال لساسفة اللي كيحكوا لنا عليها الوالدين ديالنا والاجداد ديالنا. المهم احنا الان كنتواجدوا بهذا المكان اللي قديم جدا، يعني الطفوله ديالنا عشناها مع هذا المكان هذا اللي هو مقلع السلباوي. هذا المكان هنا فين كان كيتم طحن الحجر، وكان كيدار المين ديال يعني ديال الحجر اللي كان ديال مدام طوما ومسيو لوسيان. هذا المكان يعني من كان كيدار المين في لساسفة وحنا كنا اطفال صغار، كان كيدار المين كانوا كيعلموا الدوار المجاور اللي هو دوار الحصالح ودوار طوما، كيعلمونا باش نحيدوا، لانه كيوقع انفجار عنيف وهادي، وكيتم يعني الطحن ديال الحجر في هذه المنطقه هذه. من الاماكن اللي معروفه في لساسفة واللي عندها واحد الطابع قديم، كنلقاو القيصريه ديال لساسفة اللي تبنات في البدايه ديال الثمانينات، وكنلقاو مسجد القدس اللي كان هيبه من طرف محسن الله يرحمه البحراوي، وكنلقاو الساكه ديال بالعربي اللي عندها ارتباط بالوثيق واللي عرفت واحد الحادثه ديال الوطنيين في اطار المقاطعه، لانها كانت ساكه كانت كتبيع السجائر، وكانوا جاوا الوطنيين كيحكوا لنا الاجداد ديالنا والوالدين ديالنا بانهم قتلوا واحد الشخص تماك، لانه الناس كانوا دايرين مقاطعه ديال البضائع الفرنسيه.